بحث مجلس الشيوخ عددا من مشروعات القوانين والقرارات الصادرة من الحكومة من أجل إقرارها. وفي جلسته اليوم ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة حول الدراسة التي حملت عنوان ظاهرة العنف الأسري، الأسباب والآثار وسبل المواجهة. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للدراسة حول العنف الأسري، الأسباب والآثار وسبل المواجهة. هناك عوامل كثيرة مختلفة ومتنوعة لبناء الأسرة بشكل صحيح حتى تكون أسرة مستقرة، وبالتالي يستقر المجتمع ويتقدم في مختلف مجالات الحياة ويقوم بدوره في صناعة الحضارة. سيادة الرئيس، أول عامل من عوامل بناء الأسرة بالشكل الذي عرضته على سيادتكم والمجلس الموقر هو إدراك المفاهيم والدلالات والحكم الشرعية من الزواج والأسرة المستقرة. هي الدراسة في مجملها دراسة متميزة، تحديداً فيما وصلت إليه من تعريف شامل للعنف الأسري، بجانب إجراءها استطلاع رأي عن الموضوع. والحقيقة النتائج بتاعت استطلاع الرأي جاءت إلى حد كبير جداً واقعية ومنطقية. من جانبها استعرضت الحكومة في ردها جهود مواجهة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، موضحة أن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر. وأضافت أن الدولة تتوسع في ملف الكفالة والرعاية والأسر البديلة، مشيرة إلى أن الفقر والمخدرات هو سبب رئيسي في ملف العنف الأسري. وخلال الجلسة أكدت ممثلة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن أي عنف داخل الأسرة ينعكس على الطفل من جميع الجوانب ودائرة العنف تكتمل، حيث ينفذ المركز خطط ضمان حماية الطفل المصري من العنف بكل أشكاله. هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن يستكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة في جلسة قادمة.